اجانب ما نقدرش نقيمهم الا بعد فتره اعداد والتاقلم مع الفريق. لا بص خالد، بص، مليون في المية أنا دايما مقتنع بده. اللي جاب لنا الأجانب اللي فترة اللي فاتت دي في الأربع خمس سنين وكنا بنتغنى بيهم، حتى اللعيبة اللي ما أدتش 100%، يعني أنجم له تقدير، اسمه حميد أحداد، حميد أحداد، في ماتشات كتير جدا عملوا فرقوا صحيح، ولهم كل التقدير طبعا. مش هتكلم بقى على بن شرقي وساسي والجزيري وساسي والجماعة دول كلهم، دول حاجة، ومسلوسي على فكرة، والمسلوسي طبعا. مسلوسي عندك في الباك رايت، عندك عمر جابر، وعندك سيد نيمار بيلعب في الحته دي، وعندك حمزه المسلوسي في السرد باكات، عندك الونش، وعندك الزناري، وعندك محمد عبد الغني، وعندك حسام عبد المجيد، وحتى الان محمود علاء موجود. طبعا ناحيه الشمال عندك فتوح، محمد طارق، انت نسيت ومحمد محمد طارق طارق. كمان بيلعب باك رايت وسرد باك، طبعا وعندك فتوح فتوح وعبد الله وعبد الشافي. وعبد الله وعبد الشافي، تمام. وعندك نص الملعب يا كابتن، عندك محمد اشرف رؤى، عندك امام عاشور، دونجا، عندك سيف فاروق جعفر، عندك نبيل دونجا، عندك زكريا الوردي، الوردي، دول خمسة بيلعبوا في المكان دوت، تمام. عندك سيد نيمار بيلعب ناحية اليمين، الناحية بقى، عندك عندك زيزو، عندك إبراهيم انداي، عندك شيكابالا، عندك أوباما، وعندك أوباما، وعندك سيف الجزيري، وعندك وسيف، الولد اللي هو سامسون، لا وسيف، أسامة نبيه، ويوسف أسامة يوسف نبيه، أسامة نبيه. وما زال كما يقال إن في صفقتين كمان، ما يعني في شاء الله، صفقتين قبل قفل باب القيد هيتم التعاقد معاهم ان شاء الله، يعني باذن الله. وحتى لو ما تعاقدناش مع حد يا كابتن، اعتقد الفرقه كامله. يعني تقول ايه؟ بص، تقول امسك الخشب يعني. الله اكبر. والله العظيم. ومعانا مدرب عالمي، ومعانا مجلس اداره برئاسه المشرف مرتضى منصور بيوفر لهم لبن عصفور، ما عشان كده انا ومعانا امير عامل النظام والتزام لا في وكده دقيق في كل كلمه بيقولها، وتحس كده ان حاجه مشرفه. يعني عارف لما بيطلع في لقاءات كده الجمهور يقعد يستمع اليه، لا بيغلط في نادي منافس، ولا بيقول كلمه مش في محلها، وعارف هو بيقول ايه، والكلمه اللي بتطلع عارفه هي رايحه فين. عشان كده ناجح. ما هو انت يعني قليل في كلامه هو، بس في فعله، لانه فعلا بيشتغل فني. اصل هو مش مثلا اداري كده وخلاص، لا صح، هو اداري بيشتغل مع فرقه كوره. صحيح. فالحمد لله ربنا وفقهم.